الكنات من اهم عناصر التسليح في العمود الخرساني. ليه كده يا باشمهندس؟ يعني الكنات ممكن تبقى اهم من الاسياخ الطوليه؟ الكنات اهم من الاسياخ الطوليه. انت تعرف ان الاسياخ الطوليه بتتحمل فقط 20% من الاحمال الراسيه وال80% بتشيلهم الخرسانه، والخرسانه مش هتقدر تشيلهم الا بفضل الكنات. اذا الكنات لو لفينا لفه بسيطه كده هنلاقيها ان هي شايله 80% من الاحمال، ولكن بشكل غير مباشر عن طريق ان هي حافظه الخرسانه من الانهيار. إذن الكنات هامة جدا. ممكن أضحي بجزء من الأسياخ الطولية بس ما أضحيش بكانة واحدة. ممكن بدل المعمود يبقى 8 أسياخ أخليه 6 أسياخ بس، ولكن ما فررتش في كانة واحدة. ليه الكنات مهمة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه. أول فايدة للكنات يا جماعة هي مقاومة الضغوط الجانبية الناتجة عن التحميل الرأسي. لما بنحمل رأسيا على العمود يا جماعة بيبدأ على كامل محيط العمود يتولد ضغوط جانبية نتيجة التحميل الرأسي. لولا وجود الكنات كان حجم العمود هيفضل يزيد إلى أن تنهار الخرسانة، ولكن الكنات مهمتها هنا إنها بتحبس الخرسانة وتمنحها من الانهيار. الوظيفة الثانية للكنات يا جماعة هي منع انبعاج الأسياخ الطولية. عند تعرض الأسياخ الطولية في العمود إلى قوة أو إلى حمل رأسي بتبدأ الأسياخ الطولية يا جماعة في الانحناء أو الانبعاج. الكنات مهمتها هنا يا جماعة هي حفظ الأسياخ الطولية من الانبعاج أو من الانحناء. الوظيفة الثالثة للكنات يا جماعة إنها بتربط الأسياخ الطولية ببعضها البعض، إذا العمود سيعمل كوحدة واحدة. الوظيفة الرابعة للكنات يا جماعة إن هي بتمنع شروخ التمدد والانكماش. صحيح الأسياخ الطولية المسافات ما بينها بتحترم التمدد والانكماش اللي ممكن يحصل للخرسانة، ولكن الكنات بتعزز ده أكتر يا جماعة وبتخلي التمدد والانكماش أقل ما يكون في الأعمدة الخرسانية. الوظيفة الخامسة للكنات يا جماعة مقاومة قوى القص التي يتعرض لها العمود بسبب التحميل الأفقي. أي قوة زلزالية أفقية أو أي قوة رياح أفقية أو التمدد وانكماش السقف بيمثل قوة أفقية أيضا على العمود. إذا الأحمال الأفقية دي يا جماعة بتؤدي إلى شرخ قطري في العمود، هو ده يا جماعة اللي بيسمى تأثير قوى القص. إذا قوى القص التي يتعرض لها العمود، الكنات مهمتها مقاومة هذه القوة الناتجة عن أي تحميل أفقي للعمود. السابع للكنات يا جماعة إنها بتحافظ على شكل وإطار وأبعاد العمود، بتحافظ على شكل العمود وبتمنع كمان حركة الأسياخ الطولية أثناء الصب. في النهاية أتمنى كنت قدرنا نوصل المعلومة. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكرا.